حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه بعد اهم العناوين. في المدى الامم المتحده اكثر من 80,000 طفل عائد من النزوح حرم من المدرسه. نقرا في الزمان تزايد اصابات ووفيات كورونا ناقص خطر ينذر بعواقب وخيمه. وفي موقع كتابات بعد انسحاب شركات نفطية كبرى هل أصبح العراق بيئة منفرة للاستثمار الأجنبي؟ في العرب اللندني ارتباك عراقي أمام سيناريو هروب المستثمرين الأجانب في القطاع النفطي. وأوبزيرفر عنونت انسحاب أمريكي محرج من أفغانستان وخروج من الباب الخلفي بدون احتفال أو ضجيج. في القدس العربي العراق احتجاجات الكهرباء تتواصل وحزب الله يهدد أمريكا بعملية مباغتة. وفي اندبندنت على العالم ألا يدير ظهره للبنان فثمن التجاهل سيكون فادحا. العراق والاغتيالات المسجلة ضد مجهول، هذا مقال في موقع كتابات جاء فيه. قصة الاغتيالات والتصفيات السياسية في العراق قصة طويلة وشائكة للذين يريدون التعرف على السلوكيات الخسيسة بحسب تعبير الكاتب للمتورطين بها والجهات الداعمة لها. أما ملفها فمفتوح وثقيل على ضمائر كل الشرفاء الذين عاشوا المأساة تلو المأساة، وأثقل على أهل الضحايا الذين لا يشفي غليلهم التعبير عن القلق أو الإدانة أو دراسة الموضوع من خلال تشكيل اللجان التحقيقية المبعثرة. وبالتأكيد لا تنقطع معاناتهم باختراع القصص الواهية غير المجدية التي لا تقدم نتائج من شأنها القبض على الجنى. الاغتيالات التي استباحت دماء العراقيين وصلت إلى ذروتها في ظل حكومة عادل عبد المهدي التي تراجعت أمام السلاح الميليشياوي، حيث كان القتلة يمارسون عمليات الاغتيال في وضح النهار وأمام كاميرات الأجهزة الأمنية، ثم ينصرفون كرجال قاموا بتنفيذ واجبهم الاعتيادي والروتيني بروية وتأن واطمئنان كامل من عدم الملاحقة والمحاسبة. اغتيالات تواصلت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي وما زالت تثير الجدل لتسجيلها ضد مجهول بسبب تشتت الجهد الوطني ولعدم رصدها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية أو مراكز الدراسات والبحوث المستقلة أو الأكاديمية أو حتى التابعة للحكومة العراقية من أجل دراستها وتحليلها والتطرق إلى دوافعها وذكر أرقامها بعيداً عن الظنون والنوايا المسبقة. اغتيالات تحولت إلى ظاهرة تغذي الحقد والكراهية والفوضى والتصادم بين الأفراد والمجموعات، وتزرع الارتباك وبذور عدم الاستقرار في النسيج الاجتماعي والسياسي، وترتبط باللا تسامح والفظاعة والأنانية وسفك الدماء والاستحواذ على الوجود واحتكار الحياة، ويشمئز منها الضمير وتنفر منها فطرة الإنسان السليمة، وتعبر عن مواقف جبانة ونوايا تريد حجب الحقيقة وتفعيل غريزة القضاء على منابع الفضيلة والحب. الأمر الذي يدعو للأسف الشديد بحسب الكاتب هو وصول الشعور إلى درجة اليقين لدى العراقيين بأن الخلط المتعمد للخطاب السياسي بين الحقيقة والكذب ومحاولة تحويل الضحية إلى جلاد والمعتدى عليه إلى معتدي وتسجيل حوادث الاغتيال الكثيرة ضد مجهول سيجعل كل ذلك المصائب والحوادث الأليمة تتوالى عليهم لا محالة، وسيظلون يعانون من تبعات الهشاشة والضعف على جميع الصعد. ارتباك عراقي أمام مخطط هروب المستثمرين الأجانب في القطاع النفطي وتصريحات متضاربة لوزير النفط العراقي تثير الشك بشأن مستقبل قطاع النفط في العراق. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العرب اللندنية بشأن الاستثمار في العراق، حيث
أدلى في نهاية الأسبوع الماضي بشأن هروب كبار المستثمرين الدوليين في قطاع النفط العراقي. هناك غيمة شك وعدم يقين بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي المهدد من جراء اضطرابات السياسات واستشراء الفساد في مفاصل الدولة. وناقضت تصريحات الوزير ما أوردته صفحة وزارة النفط على فيسبوك السبت من قوله في مقطع مصور إن شركة بيبي تفكر في الانسحاب من العراق، وإن شركة لوك أويل الروسية أرسلت إشعاراً رسمياً يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرن الثنين لشركات صينية، مبرراً ذلك بأن البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار، ومضيفاً كل المستثمرين إما يبحثون عن سوق أخرى أو يبحثون عن شريك آخر. وتعليقاً على تصريحات الوزير المتضاربة، اعتبرت مصادر عراقية أن تصريحاته الأولى لا يمكن أن تصدر من فراغ، وربما تعكس الحقيقة أو جزءاً كبيراً منها، وأن التوضيح الذي لجأ إليه لاحقاً هدفه تطويق حالة الفزع التي يثيرها الحديث عن سيناريو هروب المستثمرين من القطاع الحيوي الأول في العراق والمصدر شبه الوحيد لتمويل ميزانية الدولة العراقية. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ما قاله وزير النفط يؤكد ما راج في وقت سابق من تسريبات بشأن دخول الحكومة العراقية في محادثات صعبة مع مستثمرين أجانب في قطاع النفط بهدف إقناعهم بعدم مغادرة البلاد بعد أن أظهروا تذمراً من صعوبة مناخ الاستثمار في البلاد وتهديد الاضطرابات الأمنية والاجتماعية لأعمالهم. ويرى خبراء اقتصاديون أن تذبذب أسعار النفط في السنوات الأخيرة قلل من جذب هذا القطاع للمستثمرين في عدة بلدان وبشكل خاص داخل العراق، حيث تسود حالة عدم يقين سياسي وأمني في ظل وجود دوائر قرار مسقطة على نسيج الدولة العراقية من شخصيات مرتبطة بإيران وميليشيات مسلحة متغلغلة في المؤسسات لا تتدخل في شؤون الأمن والسياسة فحسب، وإنما هي مؤثرة أيضا في القرار الاقتصادي. عن إخفاق المعالجة التشريعية وأثارها السلبية حضانة الأطفال نموذجاً، كتب القاضي سالم الموسوي مقالاً في صحيفة المدى. فبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علمي الاجتماع والنفس وحتى المتخصصين في القانون، هذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال، ولا سيما أنها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة وأصبحت أهدافاً انتخابية. إن القانون يجب أن يتفق وأحكام الدستور الذي أوجد حقوقاً دستورية للمواطن لا يجوز سن قانون يتعارض معها، لأن سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لأن ديباجة الدستور أكدت على الاهتمام بالمرأة وحقوقها كما ورد في المادة 29 من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الأمومة، فكيف ستكون الحماية للأمومة وأن تسلب الأم أحلى فترات عمرها عندما تداعب وتحن على أطفالها؟ ورد في المشروع عقوبة مبطنة للأم عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لإسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لأن سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدان بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لإخلاله بواجباته تجاه المحضون، وعلى وفق أحكام المادة 111 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل. فهل قيام الأم بالزواج من رجل آخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثل ما يحصل للأب الذي يرتكب جريمة؟ المشروع منع الأم من استعادة حضانتها التي أسقطت عنها بحكم قضائي إلا بعد مرور سنة على صدور هذا الحكم، لكنه تناسى أن تكون هذه السنة كافية لإحداث أضرار بالمحضون لا يمكن معالجتها مستقبلاً. فهل هذا من باب العدل؟ ولماذا لم يترك الأمر إلى القضاء لدراسة كل حالة بحالتها؟
فهل نحن أمام انعدام الثقة بالقضاء؟ أضاف الكاتب أن جعل سن 7 من العمر سبباً لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة وهي الأم، لأن في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لأمه أكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت. ميليشيات الحشد أداة حكومة طهران في سياستها الخارجية، هذا ما جاء في تقرير عن استعراض الحشد والقوة التي اقتحمت المنطقة الخضراء ببغداد حيث مركز الحياة السياسية في العراق، وهو الأمر الذي أجبر حكومة البلاد بأن تطلق سراح قاسم مصلح أحد قادة الحشد المقربين من إيران بعد اعتقاله في غربي محافظة الأنبار. ولعل مقتل سليماني قد دفع مراكز القوى المختلفة في إيران إلى تجربة مصالح وأهداف متباينة، حيث تتراوح مراكز القوة بين فيلق القدس الذي ينظم ويدرب الميليشيات الموالية لطهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووزارة الخارجية الإيرانية. إن مراكز القوى الإيرانية لا تتفق فيما بينها بشأن طريقة استخدام حلفائها العراقيين، فكتائب الحشد الشعبي تتنافس مع بعضها البعض لمحاولة إبراز القائد الحقيقي للمقاومة المزعومة داخل العراق. إن إيران تتبنى في العراق نفس نموذج لبنان في الثمانينات بعد انفصال حزب الله عن حركة أمل، الميليشيا الشيعية التي هيمنت سابقاً في البلاد. أما استخدام مجموعات أو جبهات جديدة والتي اكتشف أن بعضها خيالية وتواجدها مقتصر على الإنترنت فقط، فهو مجرد محاولة لجعل الثورة الإسلامية المزعومة تمتد إلى الأراضي العراقية. ويبدو أن هذه السياسة الجديدة بعد مقتل قاسم سليماني قد أعادت محاولات إيران للمسار الصحيح، حيث يبدو أن قوات الحشد الشعبي قد نجحت في بسط سيطرتها على مناطق واسعة في الشرق الأوسط بقيادة قاسم مصلح، الرجل الذي كان زعيم الاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات والحكومة المركزية في بغداد. أضاف التقرير: مصلح معروف بأعماله ووحشيته، ففي أواخر عام 2019 نزل آلاف من الشباب العراقي إلى وسط بغداد للاحتجاج على الفساد المستشري والتدخل الإيراني في شؤون بلادهم، وبعد أيام من الاحتجاجات اقتحم قناصة من ميليشيات الحشد الشعبي سطوح المنازل القريبة من التظاهرات وشرعوا في قتل العشرات منهم، إذ يعتقد أن قاسم مصلح بجانب داعميه من الإيرانيين كان لهم دور أساس في إصدار الأوامر بقتلهم. ذكرت مراسلة صحيفة إندبندنت في الشرق الأوسط بيل ترو إن الآثار المروعة للأزمة اللبنانية عظيمة ولا يمكن للعالم أن يتجاهلها، وذكرت أن مثلاً سعر مروحة يمكن شحن بطارياتها مرة أخرى في محل ببيروت سعره يبلغ 1,400,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 1,000 دولار بسعر الصرف الرسمي في لبنان. في بداية العام حذر برنامج الغذاء العالمي من مجاعة في لبنان وسوريا التي تتداخل أزمتها مع جارها، ولكن مشكلة الطعام وثمنه ليست الوحيدة الداعية على الإحباط، فالبلد يعاني من أزمة وقود، وليس غريباً رؤية أشخاص ينامون في سياراتهم أمام محطات الوقود للحصول على الكمية القليلة من الوقود المسموح لهم بشرائها. وفي بيروت ومناطق البلاد الأخرى يحصل السكان على ساعة واحدة من الشبكة الوطنية للكهرباء، وتقول إن فاتورة المولد الشهر الماضي حتى وهي خارج البلاد وصلت إلى 1,500,000 ليرة، أي 1,000 دولار بناء على سعر الصرف الرسمي أو 90 دولاراً حسب السوق السوداء. وهناك نقص في الدواء والغذاء اللذين يستوردان، وطلب صديق منها إحضار دواء مضاد للحساسية لعدم توفره في الصيدليات. وتقول إن الأزمة الاقتصادية متجذرة في سوء إدارة مزمن وفساد منذ عقود طويلة، وتفاقمت مع وصول فيروس كورونا
والذي خنق التجارة وخفض من التحويلات الضرورية التي يرسلها اللبنانيون من الخارج. وفي آب أغسطس من العام الماضي انفجرت آلاف من الأطنان التي لم تخزن بشكل جيد في ميناء بيروت، وقتلت أكثر من 200 شخص ودمرت مساحات واسعة من العاصمة، وأضافت ضغوطاً جديدة على البلاد. والسؤال الأكبر ليس عن اهتمامنا بالأزمة، ولكن ما يجب علينا فعله؟ والجواب عليه صعب، فالحل ليس واضحاً، وعلى العالم ألا يدير ظهره للبنان، لأن هناك كثيراً على المحك. ذكرت صحيفة أوبزيرفر أن خروج القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي هو خروج رف وعلى استحياء، يترك البلد في حالة من الفوضى والحرب الأهلية والإرهاب. فالحرب الأمريكية في أفغانستان هي أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنها قاربت على النهاية. من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نهايتها هذا الأسبوع، وسينتهي بذلك مع الخروج الأمريكي أيضاً التورط البريطاني وتورط حلف الأطلسي. انتهى حلم الحصول على العدالة لمن قتلوا بطريقة غير شرعية أو عذبوا بطريقة غير قانونية في السجون السرية التي أقامتها CIA في قاعدة باغرام الجوية. وبالنسبة للدول الغربية التي فرضت تغيير النظام في كابل ووعدت ببناء دولة على صورتها، فنهاية الأسبوع هي لحظة تأنيب لها. ومن يعرف ماذا سيكتب المؤرخون عن حملة جورج دبليو بوش المتعجلة والمكلفة في أفغانستان؟ وكما هي الأمور الآن، فمن غير المحتمل أن يغامر أي مسؤول غربي بمقامرة كهذا. وقالت أوبزيرفر إن وفاة دونالد رامسفيلد الذي أشرف على حرب العراق وأفغانستان هي تذكير بالضرر الرهيب والقاتل والدائم الذي لا يمكن تقديره، وتسبب به مع زمرة المحافظين الجدد الإيديولوجيين المتهورين في حقبة بوش تشيني، ولم تتم محاسبة أي منهم. وما تغير هو أن الحلفاء الغربيين قرروا نبض أيديهم من المشكلة، فمن خلال أعدائه بعد دخول الرئاسة بمدة قصيرة عن انسحاب غير مشروط بالانسحاب الكامل في موعد الذكرى 20 للهجمات، فقد أدى الرئيس جوزيف بايدن إلى تدافع غير ضروري على الخروج. انضمت إليه قوات حلف شمال الأطلسي ومعظم القوات البريطانية، وعلى ما يبدو خرجت اليوم معظمها من دون احتفال أو ضجيج، ومن الباب الخلفي تقريبا. عثر على 4 قتلى في حريق هائل مستعر لليوم الثاني في قبرص. قد دمر هذا الحريق مساحات من الغابات، وصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق، إذ أثر الحريق الذي أججته الرياح القوية على 10 تجمعات سكنية في الأقل على مساحة 50 كيلومترا مربعا في سفوح سلسلة جبال تورادوس، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة. وصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الأحد الماضي حرائق الغابات المشتعلة بالمأساة، عادًا إياها الأسوأ التي تشهدها الجزيرة المتوسطية منذ عقود. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.